انا عندي، انا هشتغل بالكوبايه طبعا، الجرامات مفيش خلاف عليها، بس امهاتنا زمان ما كانوش بيعملوا جرامات، ولا في ولا كان في ميزان ولا الكلام ده كله. فالطريقه دي اصلا بتاعت امي، ربنا يديها الصحه يا رب ويعافيها، هي بتشتغل بيها بقالها سنين وانا ما بغيرهاش. طيب بنعمل ايه؟ بنجيب الكوبايه بتاعتنا اللي هي بنعاير بيها دايما، اي كوبايه هتشتغلي بشوب يبقى كله شوب، هتشتغلي بالكوبايه اللي هي بتاعت الشاي نشتغل بيها كلها. طيب انا عندي 6 كوبايات دقيق، والدقيق اللي هو جميع الاستخدامات، عايزه تستخدمي دقيق اللي هو خاص بالبتيفور والبسكوت ما عنديش مشكله، عايزه تجيبي الدقيق اللي هو بيتباع في الفرن الافرنجي وتقولي له انا هعمل بيه بتيفور هيديهولك ما فيهاش اي مشكله، عايزه تجيبيه من عطار، بس بحس ان الدقيق اللي عند العطار السايب بيبقى شيء يعني كارف. يعني ايه كارف؟ يعني تحس ان هو في ريحه توابل شويه، وقع فيه مكرونايه، وقع فيه حبايه رز، فانا ما بحبش بصراحه الدقيق اللي عند العطار. فعشان كده يا اما نجيبه من الفرن الافرنجي، يا اما نجيبه دقيق جميع الاستخدامات، يا اما نجيبه الدقيق اللي هو المخصص للبتيفور. طيب دول 6 كوبايات من الدقيق، بحط عليهم قد ايه؟ 3.5 زبده. الطبيعي او اللي هو اللي كانت امي الله يديها الصحه بتمشي عليه اللي هو 6 مثلا دقيق 3 زبده 1.5 سكر بودر، تمام؟ لكن في دقيق بيخلف من دقيق لدقيق، بمعنى ايه؟ بمعنى الكثافه بتاعته، بمعنى ان انا لو حطيت 3 مثلا زبده ومعاهم 1.5 كوباية سكر بودره ورجعت حطيت 6 دقيق ممكن الاقيها ناشفه، ما تمشيش معايا في الكيس، الاقيها قاسيه. فعلشان كده لو عايزه تحطي 3 زبده وعليهم 1.5 كوباية من الدقيق، انزلي بالدقيق، اسفه، 3 زبده وعليهم 1.5 كوباية من السكر البودره، انزلي بالدقيق شويه شويه لحد ما العجينه تلم معاكي والقوام بتاعها اللي هوريه لحضرتك دلوقتي. عايزه تمشي ان هو 6 دقيق، يبقى هتحطي طبيعي كده عشان تبقى العجينه لينه معاكي 3.5 زبده. طب يبقى مقداري ايه؟ كيلو بتاع ده، اسفه، 6 دقيق 3.5 من الزبده، دول 3.5 كوبايات، وطبعا بتكون بدرجه حراره المطبخ معايا، او مش اللي هي حراره المطبخ قوي، اللي هي تكون بارده شويه. معايا كمان 1.5 كوباية سكر بودره، معايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. انا النهارده مستخدمه على ال6 كوبايات 6 صفار بيض. ليه 6 صفار بيض من غير ابيض بيض خالص؟ لان انا عايزاه دايب دايب وريحته تجيب اخر الدنيا، اللي هو الملمس بتاعه امسكه يبقى دايب، احطه في بقي يبقى دايب. عشان كده مستخدمه 6 اصفار بيض. طيب لو انا عايزاه يبقى القوام بتاعه متوسط، اللي هو يبقى ماسك نفسه لكن لما احطه في بقي يدوب، يبقى هستخدم 3 اصفار بيض مع 3 بيضات كاملين. طب لو انا عايزاه مقرمش، وما اظنش ان في حد بيبقى عايز البسكوت البتيفور مقرمش، بس لو عايزاه مقرمش بتستخدميه، بتعملي نفس مقدار البسكوت، هي العجينه واحده بس، انا هنا حاطه اصفر بيض لكن في البسكوت بحط بيض كامل. فانت لو عايزاه مقرمش يبقى ماسك نفسه ويقرص معاكي او يتك معاكي كده ويبقى مقرمش، هتستخدمي السته دول ابيض بيض كامل، السته دول يبقى 6 بيضات كاملين. نحفظها كده عشان تعرف القوام اللي حضرتك عايزاه ايه. انا النهارده بحب القوام اللي انا متعوده عليه من صغري، اللي هو دايب دوب، سواء في الملمس ولا في التطعيمه. طيب عشان كده مستخدمه 6 اصفر بيض. طيب بنبدا بايه؟ بنبدا ان احنا نجيب العجان، وطبعا لو هتدعكي على ايديكي ماشي، بس العجان بيسهل كتير، مفيش بيت دلوقتي مفهوش عجان. هبدا ان انا اعمل كده، اجيب الحله بتاعتنا، انزل بالزبده واروح نازله عليها بالسكر البودره واخلطهم كويس جدا لحد الخليط ما يبقى كريمي. بعد الخليط ما يبقى كريمي اروح نازله باصفر البيض ومعاه الفانيليا، وبعد كده اروح مدوبه البيكنج باودر مع او مقلبه البيكنج باودر مع الدقيق وانزل بيه. طيب انا مش هنزل بالدقيق بالتدريج لان انا مزوده مقدار الزبده، مش 3 كوبايات، لا ده انا حاطه 3.5، فهيطلع معايا مقدار الدقيق ان شاء الله. حطينا زبده وحطينا سكر، خلطناهم مع بعض لحد ما بداوا يختلطوا شويه وكده حلوين، ورحت نازله بصفار البيض، صفار البيض مع الفانيليا. انا عايزه دلوقتي هشيل السلاح بتاع، هشيل السلاح الكف واحط سلاح السلك. هحط سلاح السلك ليه؟ لان انا عايزه الزبده ترفع معايا، لما بترفع معايا بتبقى احسن، لما الزبده ترفع مع البيض ومع السكر بتديني نتيجه افضل بكتير. افضل اضربها حبه حلوين، ما استعجلش، مش اضربها شويه صغيرين كده واقول خلاص اتخلطت مع بعضها، لا مفيش الكلام ده، انا عايزاها ترفع معايا عشان تديني علو ونفشه للبتيفور، عشان ما تبقاش البتيفوريه مكتومه، انا مش عايزاها تبقى مكتومه، انا عايزاها تبقى مفرغه، تبقى هشه. طيب انا حاطه البيكنج باودر ليه؟ في ناس بتحطه وفي ناس ما بتحطهوش،
طب انا حاطاه ليه؟ علشان يديني البتفوريه بتاعتي ما تفرش كده، لا انا عايزاها تعلى تبقى ابه. ففي ناس بتحط بيكنج باودر مع البتيفور وفي ناس ما بتحطش، على حسب ما انت عايز. انا بصراحه بحط علشان يتظبط معايا. شباب السلاح السلك بالشكل ده كده، حطيت الكف الاول اللي هو ده، بدات ان انا الم بيه الدقيق الزبده مع السكر مع البيض، يا دوب اتخلطوا كده. وبعد كده رحت شايلاه ورحت حاطه بداله سلاح السلك. بصوا اللون بتاع الزبده نفسه عامل ازاي، بصوا لون الزبده فتحت خالص ازاي عشان الدقيق عشان البيض والسكر اللي معاها. بصوا المنظر بقت كريمي خالص. ابدا ان انا بعد ما اتعملت كده اروح عامله كده، انزل الخليط كله اللي فيها وابدا اروح مركبه الكف تاني. ليه؟ عشان هبدا احط دقيق كده، واروح واخده كميه الدقيق اللي مقلبه معاها البيكنج باودر حاطه كده. انا مقدار الزبده عندي مظبوط، فمقدار الدقيق ما احتجتش ان انا انزله واحده واحده، فلا حطيت الكميه كلها. وابدا بقى على الهادي لان انا مش عايزه العجينه يبقى ليها عرق، لا انا عايزه اخلط والم. هوريكم دلوقتي القوام بتاع العجينه عامل ازاي. وارجع واقول تاني، الهدف من الحاجات اللي انا بعملها ومن الوصفات اللي انا بعملها مش ان انا املالك الكوانتر وبس. يعني انا دلوقتي هشتغل النهارده بتيفور بس، ما عنديش اي مشكله، بس اقول لك كل تفصيله فيه، اقول لك كل تفصيله فيه. حطيت الدقيق وهبدا اشغل على الهادي وبعدين اسرع الدرجه شويه شويه. بسم الله. نبدأ ان احنا نخلط الدقيق مع الزبدة والسكر وصفار البيض اللي حطيناه. مهمة عايزة اقول عليها ان ايه؟ ان في الجوانب زبدة لازم انزل كده علشان اضمن ان الدقيق اتخلط كويس مع مقدار الزبدة كله، لان من على الوش كده فانا شايفه ان ايه، لا العجينه يا نهار ابيض عامله ليه كده، ده كده هتحتاج سوائل. طب احط بقى بيضايه ولا احط حته زبده؟ طب لا، واحط زبده ليه وبيضايه ليه ولا الكلام ده كله؟ ما في اصلا زبده في الاطراف في الجوانب بتاعه الحله، فانا لازم انزلها كلها وابدا اشغل تاني. بسم الله. خلطت ولميت والله هو اكبر علينا. بصوا المنظر، بصوا ملمس العجينه، بصوا ملمس العجينه، شايفين ادي ملمس العجينه اللي انا عايزاه. اعمل ايه بعد كده؟ اروح جايبه كيس الحلواني وابدا ان انا احط فيه البلبله اللي انا عايزاه ايا كان الشكل ايه. انا بحب بصراحه البلبله دي. كيس قماش، كيس بلاستيك يكون تقيل عشان العجينه ما تفرطش منك، ما عنديش اي مشكله. انا بحب البلبله دي، بتطلعها لي صغيره اهي. ممكن تحطوا كمان الاكبر شويه هتطلع معاكوا زي الفل. حط العجينه وببدا ان انا اقسم على اتنين واجي كده بالشكل ده. طبعا النهارده انا مستخدمه العجان زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا المنظر، انا بحب البلبله دي جدا جدا فوق مما تتخيلوا، بتطلع لي البتيفور الله هو اكبر عليه. بحب بقى البتيفوريه البلبله دي ليه؟ بحبها تبقى عاليه ابه بالشكل ده كده، ما بحبهاش تبقى مسطحه. ما بحبش بصراحه البتيفور اللي هو الصوابع الطويل دوت، بصراحه ما بيجيش معايا سكه برضه بالشكل ده كده، بتديني العلو اللي انا عايزاه. شوية البيكنج باودر اللي احنا حاطينهم بيديني برضو علو للبتفوراية، لكن ما تسيحش. طيب يا نونا بنعمل بتفور وبيسيح مننا، بيفرش بسبب ايه؟ بسبب ان السكر بيكون كتير.
وهحطه في الفرن علشان اوريكم التسويه بتاعته تبقى عامله ازاي. انا مسويه على كام؟ انا عامله اقل من 200 اقل من 180، يعني على 170 كده. النواعم عموما سوي على 170، سوي على 170، هتطلع معاكي زي الفل وهتطلع معاكي مظبوطه على الله اكبر علينا. بصوا المنظر يا جمل، ده البيتيفور اللي عملناه على الشاشه مع بعض، ده مش نسخه، ده احنا عاملينه مع بعض وشايفين المقادير بتاعته ومقطعاه معاكم ومشكلاه وطالع بالشكل ده. شايفين التسويه؟ الله هو اكبر على 170. بصوا من تحت عامل ازاي، شايفين المنظر، شايفين الشكل دايب وريحته، الله هو اكبر، اللهم بارك. تسيبيه يبرد خالص، وبعد كده لو عايزه تلزقيه في بعضه بمربى ماشي، عايزه تحطيه تغطسيه في شوكولاته بيضه او بني وتحطي له شويه مكسرات ماشي، مش هيقول لك لا. حاجه كده ما شاء الله. وارجع واقول الموضوع بالنسبه لي مش موضوع ان انا املى الكوانتر وصفات، موضوع بالنسبه لي اني ممكن اعمل وصفه واحده بكل حاجه فيها او بكل حذافيرها وتوصل لكم المعلومه صح، احسن ما اعمل الكوانتر كله وصفات وانتم مش فاهمين مني اي حاجه.